ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سلام صحة تونس. جرايدك اليوم تحب تعرف ما العمل؟ والله الكلها صبحت يدها على خدها والأسئلة محيرتها. الصباح كاتبة مؤشرات ثورة شعبية ثانية، غياب تأطير الاحتجاجات يدفع إلى الانفلاتات، حراك اجتماعي جارف والدولة والمنظمات عاجزة. فعلا فعلا في هذه بالذات اللي يخرج يقول لكم راهو الوضع تحت السيطرة راهو يكثر، هربت بهم جميعا. وهذا ليس بمفاجأة، هاي الشروق تحكي لكم كيفاش تكتفي بالفرجة إزاء محاولات إسقاط الدولة، الأحزاب والرئاسات في قفص الاتهام. والنتيجة الطبيعية نلقاوها في نفس الجريدة، ألغت السلطات واحتكرت كل الصلاحيات التنسيقيات دولة داخل الدولة. هذا وحده أقوى دليل على الكف التاريخي اللي كلته الديمقراطية التمثيلية في نسختها الإجرائية المعمول بها في تونس. اليوم رئيس تنسيقية ولا الناطق باسم تنسيقية متاع معتصمين أقوى من رئيس البلدية ولا نائب من الجهة متاعه، يعني حتى الديمقراطية ولات سلعتها مضروبة. المغرب زادة تقول بين البحث عن حلول لتمويل الميزانية وامتصاص غضب الولايات والقطاعات المحتجة، متاعب حكومة المشيشي لن تنتهي. ولو كوتيديان تتسائل les protestations se multiplient à l'intérieur du pays, comment désamorcer la bombe sociale؟ الاحتجاجات تتكاثر في المناطق الداخلية، كيف يمكن نزع فتيل القنبلة الاجتماعية؟ وأنا يا مجدي لا أدري كيف يمكن نزع فتيل القنبلة بهذوما، ما نعرفش حتى كيفاش نجم ننزع صباتي بصراحة، أما نعرف كيفاش نجم نخلي الفتيل طافي، ما نشعلوش ببريكية ونصب عليه الجاز كما عمل أخونا المشيشي. والأهم من ذلك نعرف كيفاش ما نصنعش قنبلة ونشرجها بالمواد المتفجرة ونخليها راقدة تحت التراب حتى لين تولي لغم ينجم يبيلكنا الكل. نعرف كيفاش ما نكذبش على الناس وما نزرعش أوهام في ريوسهم ونسقيها لسنوات حتى تولي خرافات متأصلة في مخاخهم كالمعتقدات. مثلا ما نركبهاش للناس اللي انت غنية اما منهوبة تونس، ما نقولهمش راكم نورمالمون متبحبحين اما فلوسكم عند الاشرار، ما نقولهمش راو انا ما عندي حتى فرنك اما كل ما يخنقني واحد ويخسرني مليح نقرص له زوز ملايين ونخلص عليها عشيه ب400,000. مثلا ما نجيش للشعب وهو ملموم ويستنى فيا باش نبدا نقلب في الاطراح ونقولهم راو كان كل واحد فينا يتبرع بنهار خدمة تاو نخلصوا الديون متاعنا الكل وتزيد الخزانة تفيض بالفلوس نغوصوا أصل. تعرف علاش؟ خاطر العام الجاي المديونية متاعنا تخلط 92% من الناتج الداخلي الخام، معناها احنا مسالين في 92% من اللي ننجوه عام كامل. بالفلاقي كان نحبوا نخلصوا ديوننا ونفيضوا الخزينة لازمنا نتبرعوا بعام كامل خدمة مش نهار برك. كيف ما نجيش نركبها للعباد اللي كان نجيبوا الأموال المنهوبة تو تتفرهد أمورنا، وقت اللي الأموال المنهوبة باش تتبخر رأس العام بالتقادم، وحتى كان جبناها باش نصوروا 170 مليون دينار على أقصى تقدير، وقت اللي نحنا من هنا للعام الجاي حشتنا ب 18 مليار دينار، يعني مانيش باش نخلطوا 1% من حاجياتنا. بتبيع هنا باش تلقى شكون يقول لك هي عادش بيه فليس مع فليس يولي وكدايس مغرفة من هنا ونطفة من هنا تو نلموهم الفلوس. اي علاش ليه؟ عندكم حق، 1% من هنا و 1% من هنا و 1% من هنا بقدرة ربي نخلطوا نلموا 5 ولا 7%، اشقعد 93% سهلين هذوك وامي نجيبوه. ليه اخويا؟ البلاد هذه لازمها محو أمية اقتصادية، تعليم كبار متاع مالية. سيد الرئيس اش قولك تقايد معانا في العودة المدرسية؟